وفي إطار التعاون العسكري، الثنائية الجزائرية الروسي رست يوم أمس الجمعة بميناء وهران بناحية العسكرية الثانية مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال التابعة للبحرية الروسية، حيث سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية 30 من جويليا الجاري تصدير عدة نشاطات ستجمع بين الطرفين الجزائري والروسي. على هامش هذا التوقف قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية.